سيف الدين سامر مخرج مشارك في مهرجان إسكندرية للسينما الخضراء. أستاذ سيف الدين صباح الخير. صباح النور، أهلا بحضرتك. يعني يمكن احنا بدأنا نسمع عن الصناعة الخضراء، الاقتصاد الأخضر، الهيدروجين الأخضر، ولكن السينما الخضراء ده مصطلح جديد تماما، ولكن هو تماشيا طبعا مع الاقتصاد الأخضر والحياة الخضراء. طبعا بما أننا بنجابه التغيرات المناخية اللي فعلا الإنسان بنشاطه احنا دمرنا كل ما في البيئة، وعلشان كده احنا دلوقتي بندفع الثمن طبعا والفاتورة من التغيرات المناخية الراديكالية الصعبة جدا اللي بنعيشها. كلمنا عن المهرجان. هي الفكرة كلها إن المهرجان الثيم بتاعه هو عن التحول العادل. فكرة التحول العادل هي فكرة يعني مش سهلة قوي، فكرة إن كل حاجة عايزين نحولها لشكل أخضر، بس في نفس الوقت في ناس بتتضرر من وجود يعني من عدم وجود مثلا حاجة زي البلاستيك في حياتها، بالذات إن أعمالها قائمة على حاجة زي البلاستيك. فهي دي فكرة المهرجان بشكل عام، وإحنا مؤمنين إن فكرة إن الأفلام في حد ذاتها ممكن تغير أفكار مجتمع أو بتأثر في المجتمع. ففكرة إن إحنا نعمل سينما خضراء أو فيلم أخضر هو ده الهدف، يعني إن هو يكون مؤثر في نشر وعي أو على الأقل تسليط الضوء على فكرة ما من أفكار البيئة أو التحول العادل يعني. طب استاذ سيف، يعني ادلنا ممكن فكره اوضح او تصور اوضح، يعني بما ان حضرتك مخرج ورؤيتك الاخراجيه في يعني ملامح الافلام الموجوده في المهرجان، يعني ازاي هحس ان دي سينما خضراء من خلال الافلام اللي ممكن اشوفها، عدد الافلام، هل في دول تانية مشاركه في المهرجان غير مصر، يعني صوره اوضح. هو في 4 دول مشاركة، من دول من البحر المتوسط: مصر والعراق والجزائر والمغرب. الأفلام متنوعة جدا، يعني في أفلام طويلة يعني توصل مثلا لتلت ساعة، في أفلام دقيقتين. كده تلت ساعة طويلة. هي هو لا لأفلام يعني تسجيلية، يعني هي دوكيومنتريز ولا؟ في انواع كمان مختلفه من الافلام، يعني في افلام روائيه وفي افلام دوكيومنتري وفي افلام دوكيومنتري ساخر وفي رسوم متحركه كمان. فكل ده كان مشارك في المهرجان. تمام. بتتوقع ولا هل هيكون في نسخات جديدة من مهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء فيما بعد؟ والله هو القائمين على المهرجان قالوا ده بالفعل، ان هم عايزين يعملوا كل سنه المهرجان، وان هم الفكره بالنسبه لهم ما كانوش متخيلين ان في كم المشاركات ده، يعني في 50 مشاركه تمت بالافلام تم تصفيتها ل 30 مشاركه. ففي ناس كتير مهتمه بالموضوع، بس ده اول سبق يعني على حد علمنا للتنظيم بسينما خضراء او مهرجان اخضر، يعني أنا هم شايفة إنها عايزين فكرة يستمروا. هايلة الحقيقة، وعلى فكرة لو عملنا لها ترويج هايل، بروموشن وماركتينج هايل، ممكن فعلا يبقى مهرجان عالمي، يبقى مهرجان الإسكندرية العالمي للسينما الخضراء، وهيلاقي اهتمام من كل دول العالم. بما إننا بنتكلم إنه قضية التغيرات المناخية بقت قضية وجودية وعلى أجندة، يعني على قمة أجندة قادة العالم كلها. أستاذ سيف الدين سامر مخرج مشارك في مهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء، بشكرك جدا وكل التوفيق لكم. شكرا.